بيكو حبايبي الحلوين، طلاب الصف الثاني الابتدائي. معادنا اليوم مع درس جديد اسمه عادات صحية. درس عادات صحية هتلاقوه في كتاب المدرسة صفحة 36. الدرس ده جميل جدا، بيتكلم عن الطعام الصحي اللي لازم نلتزم بيه كلنا. تعالوا مع بعض نقرا الدرس ونشوف الدرس بيتكلم عن ايه. عادات صحية. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي الساعة 6 صباحا وهو يشعر بتعب وإجهاد. لماذا أشعر بألم في جسمي؟ أنت من فعلت هذا بنفسك يا فادي؟ ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ أن تتناول طعاماً صحياً فيه نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات، وأن تمارس الرياضة بانتظام. أحتاج لأن أنوع في طعامي وأمارس الرياضة. الدرس ده إحنا قرينا الدرس، هنبتدي نشرح مع بعض. عادات صحية. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي. هنا استيقظ معناها صحى، صحى من النوم. الساعة 6 صباحا وهو يشعر بتعب وإجهاد. يبقى فادي استيقظ الساعة 6 صباحا وهو كان بماذا كان يشعر؟ يشعر بتعب وإجهاد. تمام؟ لماذا أشعر بألم في جسمي؟ هو كان حاسس بألم في جسمه فبيسأل. هنا عندي أسلوب استفهام بيبتدي بلماذا وعلامة الاستفهام، يبقى اسمه أسلوب استفهام. أنت من فعلت هذا بنفسك يا فادي؟ لو وقفنا عند يا فادي ده اسمه أسلوب نداء، يا فادي ده أسلوب نداء. ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ هنا فادي برضو بيسأل تاني، أعمل إيه عشان أكون بصحة جيدة؟ وده أسلوب استفهام، نبتدي بماذا وينتهي بعلامة الاستفهام. أن تتناول طعاما صحيا فيه نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات، وأن تمارس الرياضة بانتظام. عندي ثلاث كلمات، صحيا يعني مفيدا، نشويات يعني الأرز والخبز، البروتينات يعني اللحم والبيض واللبن. أحتاج لأن أنوع في طعامي وأمارس الرياضة. بعد ما خلصنا من الدرس هنبتدي نقول سؤال واحد، فكر نشاط، فكر وعبر بالرسم عن الطعام الصحي المفضل لك ثم شارك. المقصود بالطعام الصحي الطعام الذي يحتوي على بروتينات، نشويات، فيتامينات، وفاكهة وخضروات. هو ده الطعام الصحي. حضرتك هترسم صورة للطعام الذي يحتوي على نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات، ده اسمه الطعام الصحي. ياريت نرسم صورة مع بعض ونبص على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه بيقول لي اقرأ واكتشف. نشاط واحد، سل كل كلمة بمعناها. استيقظ من نومي مبكرا. ها معنى كلمة استيقظ؟ هل هي اللحم واللبن ولا أصحو ولا المفيد ولا الأرز والخبز؟ معنى كلمة أستيقظ هي أصحو. الغذاء أصحو، وصل ببعض. الغذاء الصحي ضروري للجسم. معنى كلمة الصحي اللحم واللبن، اللبن ولا المفيد ولا الأرز والخبز؟ معنى كلمة الصحي المفيد، وصلهم ببعض. النشويات تمد الجسم بالطاقة. النشويات معناها اللحم واللبن ولا الأرز والخبز؟ النشويات هي الأرز والخبز، وصلهم ببعض. آخر حاجة البروتين يقوي الجسم. البروتين اللي هو آخر حاجة عندنا مثل اللحم واللبن، وصلهم ببعض. الصفحة اللي بعديها بيقول لي نشاط ب، اقرأ القصة ثم أجب.
رقم واحد، عندما استيقظ فادي كان يشعر بألم في نقط جسمه. برافو عليك. رقم اتنين، على فادي أن يتناول طعاما صحيا وأن ويمارس الرياضة. برافو عليك. على فادي أن يتناول طعاما صحيا ويمارس الرياضة. مظبوط. رقم ثلاثة، يحتاج جسم فادي إلى ليشعر بصحة جيدة. ينوع، تنوع في الطعام، تنوع في الطعام أو ينوع الغذاء. تمام. يحتاج جسم فادي إلى تنوع في الطعام ليشعر بصحة جيدة. رقم أربعة، الأكل المتوازن هو نقط ونقط ونقط. الأكل المتوازن هو النشويات، الخضروات، البروتينات أو البروتين. تمام. أنا الأكل المتوازن هو نشويات وخضروات وبروتين. رقم خمسة، أنا أحب أكل نقط من الفاكهة. ترى بتحب تاكل إيه؟ أنا هكتب التفاح. تمام. أنا أحب أكل التفاح من الفاكهة. السؤال اللي بعديه نشاط جيم، ضع كل كلمة أسفل الصورة المناسبة لها. عندي كلمة أستيقظ، نشويات، بروتين، صحي. هتبص على الصورة وتحاول تحط الكلمة المناسبة. الصورة الأولانية أكيد هتبقى فيها الكلمة المناسبة ليها، هي كلمة أستيقظ. الصورة التانية، ده الأكل، والأكل الأكل ده رز وخبز، فالصورة المناسبة ليها هي كلمة نشويات. بعد كده ده أكل برضو طعام، وفيه لحم وسمك وبيض، فالكلمة المناسبة هي بروتين. البروتين بيبقى موجود في اللحم والبيض واللبن والسمك. الولد اللي قاعد ده بياكل طعام صحي، فممكن ناكل معاه الطعام الصحي، يبقى فممكن نحط له كلمة صحي. بعد كده بيقول لي حان الآن وقت القراءة الجهرية، هيا اتبع تعليمات معلمك. أنا هقرأ الدرس تاني، ياريت حضرتك تنتبه معايا. عادات صحية. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي الساعة السادسة صباحا وهو يشعر بتعب وإجهاد. لماذا أشعر بألم في جسمي؟ أنت من فعلت هذا بنفسك يا فادي؟ ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ أنت تناول طعاما صحيا فيه نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات، وأن تمارس الرياضة بانتظام. أحتاج لأن أنوع في طعامي وأمارس الرياضة. بعد كده نرجع للأسئلة، لاحظ واكتشف. نشاط، اقرأ ثم ابحث عن سؤال في القصة واكتبه. عندي هنا سؤال، ده اسمه أسلوب الاستفهام، وأسلوب الاستفهام بيتكون من حاجتين مهمين جدا، أداة الاستفهام وعلامة الاستفهام. لو بصينا على الصورة اللي عندي مكتوب ماذا يحتاج الجسم، وعلامة الاستفهام الكبيرة دي، والإجابة تحتها يحتاج الجسم لأن يكون متوازنا. أسلوب الاستفهام بيبقى عبارة عن سؤال، والسؤال لازم يبتدي بأداة استفهام وينتهي بعلامة استفهام. تمام. حضرتك دلوقتي هتبص في الدرس وهتحاول تطلع سؤال من الدرس. السؤال اللي في الدرس فيه سؤالين. ممكن نقول أول سؤال، لماذا أشعر بألم في جسمي؟ أو ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ هنختار إيه؟ هنختار السؤال دوت. لماذا أشعر بألم في جسمي؟ تمام؟ أدي. بعد كده سؤال أربعة، لاحظ وتعلم.
نشاط واحد، ضع أداة الاستفهام المناسبة، كم، متى، أين. عندي كم بتسأل بيها عن العدد، متى بتسأل بيها عن الوقت، أين بتسأل بيها عن المكان. الصورة الأولانية بيقول لي في ساعة يعني وقت تتناول طعام الإفطار. برافو عليك، تتناول طعام الإفطار، هنحط لها متى. الصورة الثانية فيها أكل وبيقول لي توجد النشويات. طعام، أين، أين توجد النشويات، بتوجد جوه الطعام ده. الصورة الثالثة وجبة تتناولها يوميا، ده اسمه العداد، بنعد يعني، بيسأل عن العدد هناخد كم. بعد كده عندي نشاط ب، ضع أسئلة للإجابات الآتية كالمثال: كيف تكون قويا؟ بأن أتناول طعاما صحيا. أدي السؤال وأدي الإجابة. بعد كده بيقول لي لماذا؟ نقط: لأن فادي لا يتناول نشويات وبروتينات. فادي ما بياكلش النشويات والبروتينات، فلماذا إيه؟ لماذا يشعر فادي بتعب؟ بعد كده عندي متى؟ وبيقول الساعة السادسة صباحا. فيكون السؤال ايه؟ متى يستيقظ فادي؟ متى يستيقظ فادي؟ وبكده نكون انتهينا من أسئلة الكتاب وشرح درس عادات صحية. الدرس ده مهم جدا، بيعلمنا الطعام الصحي اللي لازم نلتزم بيه، والطعام الصحي ده لابد من ممارسة الرياضة معاه علشان نبقى في أقوياء. أتمنى إن حضراتكم تكونوا فهمتوا الدرس معايا، إن شاء الله ألتقي بكم في شرح درس آخر.